بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لموضوع الإدارة المدرسية من منظور استراتيجي، تحدثنا في المحاضرة السابقة عن إيش؟ تفضل. أول حاجة أخذنا إنه الإدارة من منظوم نظمي، هل قد دخلنا على الإدارة المدرسية من منظور استراتيجي؟ تعرفنا على الإدارة المدرسية إنها هي يعني تقوم الإدارة المدرسية بعملية تطوير وإصلاح للمدرسة، وقلنا عشان نقوم بالعملية بالإدارة الاستراتيجية لازم يكون عندنا فهم ووعي للواقع قبل ما نقوم بالعملية، لأنه من لا يفهم ماضيه لا يفهم المستقبل تبعه. بعدين دخلنا على مزايا والتحديات التي تواجه الإدارة المدرسية. أخذنا من ضمن المزايا إنه الإدارة المدرسية الاستراتيجية المدرسية تمنح للمدرسة أن تكون مبادرة ولا أن تكون مستجيبة للمتغيرات والمؤثرات الخارجية. تساعد كمان الإدارة الاستراتيجية المدرسة على وضع أفضل الاستراتيجيات وعلى توجيه مواردها أفضل توجيه. دخلنا بعدين على التحديات التي تواجه الإدارة الاستراتيجية المدرسية. قلنا إنه البيئة الخارجية دائمة التغير والتعقيد، فهذا بيأثر كمان على الإدارة الاستراتيجية. نقفنا شوية لما نتكلم على البيئة الخارجية، احنا بنقول بيأثر. طالما إنه بيأثر إيش تحتاج؟ تحتاج إلى دراسة معمقة وفهم للواقع البيئة الخارجية وماذا تحتاج وماذا نحتاج، حتى لأن هناك البيئة الخارجية زائد البيئة الداخلية للمدرسة هم أساس في عملية وضع خطة استراتيجية. تفضل. كمان عدم التطبيق الكفؤ للخطة التي وضعت سابقا يؤدي إلى انطباع أو يضع صورة ذهنية عند بعض المدراء، يكون انطباع سيء عن الإدارة الاستراتيجية فيحجموا عن استخدام الإدارة الاستراتيجية. إذن التصور الذهني يعني اللي هي الإمبريشن، هي الانطباع. إذن أي عمل فيه خطأ أو عمل غير مكتمل بدي انطباع، بدي ناشي صورة صحيحة لعملية التخطيط. okay. إيش عندنا كمان؟ كمان قصور وضعف الإمكانات البشرية okay. أو المادية. تمام. بعد هيك دخلنا على مراحل الإدارة الاستراتيجية، وأخذنا أول نقطة هي صياغة الرسالة. الرسالة إيش يعني الرسالة هنا؟ اللي قلنا إيش يعني الميشن؟ إيش يعني الميشن؟ أوكي. ايش يعني ميشن؟ دير زيادة المسكات تتفرج عليه، نقول لي دي هيا. هو عبارة عن الغرض الاساسي اللي بتحاول المدرسة توصل له، وكل الشغلات اللي راح تعملها في اتجاهه. اوكي. الرسالة اللي هي الميشن دائما الرسالة ايش يعني؟ من وين جاية؟ وين بناخدها؟ من وين بناخد الرسالة؟ اها اوكي. وبنطلع ايضا من الاهداف، بنطلع من الرساله بنحط الاهداف. تمام. الشغله الثانيه هي تحديد الرؤيه المستقبليه للمدرسه. طالما ان قلنا رؤيه تعني ايش؟ تصور. رؤيه ايش يعني؟ رؤيه بالانجليزي فيجن. ايش يعني؟ ايش بيعني لي كلمه فيجن؟ تصور مسبق. والتصور المسبق من وين جاي؟ يعني بنعمل سيناريوهات، بنعمل تصور، بنعمل اقتراحات، مقترح. اوكي. اللي هو جاي من وين؟ من النتائج، من فهمنا لنتائج معينه. مرحله من هذه النتائج بنطلع احنا بايش؟ بتصور او بالرؤيه اللي هي البرسبكتيف بالاحرى. هي البرسبكتيف ايش يعني؟ برسبكتيف نظره مستقبليه. ايش نظرتي المستقبليه لهذه؟ هي تيجي عندنا الرؤيه. فهذه الرؤيه بتعمل لي ايش؟ اللي هي الباث، اللي هو ايش؟ طريق. طريق الصحيح. ايش يا مرام؟ ايش تعني لي الرؤيه؟ بنعرفها هي عباره عن تصور يضعه مدير المدرسه، تعتبر طريق لاعداد وين او لاعاده ربط المدرسه بايش؟
هي تعتبر طريقا لإعادة ربط المدرسة بالمجتمع المحيط بها، وتعكس حاجات المجتمع ليس فقط من ناحية تطوير التعليم، بل كذلك بناء على الثقة والعلاقة بين المدرسة والمجتمع. إيش بيعني هذا الكلام؟ أن تكون هناك علاقات قوية بين المدرسة والمجتمع، لأنه مفهومنا إنه المدرسة ما إيش دور المدرسة؟ خدمة المجتمع، وهي تغطية حاجات المجتمع. بمعنى إذا لا يمكن أن يكون لدي رؤية إلا من خلال علاقتي بهذا المجتمع وفهمي لهذا المجتمع. ربط إيش بيقول؟ ربط إيش؟ المدرسة المجتمع المحيط بها. دائما المدرسة هي بتعمل إيش؟ إحنا لما قلنا عندنا في النظام الاجتماعي العام ولا لا؟ الاجتماع اللي هو النظام الاجتماعي العام اللي بياخد إيش في داخله؟ كل النظم. إذا نتكلم على كل النظم، ومنها لما قلت أنا نظام اجتماعي عام وفي داخله نظم، إيش يعني النظم هذه إيش تعمل؟ مترابطة متكاملة، تؤثر وتتأثر ببعض البعض. لما بتكلم على النظام التعليمي أو النظام التربوي، إذن هو بيشتغل لمين؟ بيشتغل للنظام الخارجي السياسي. إذن لا يمكن يشتغل لوحده، بيربط أشياء كثيرة وهي المجتمع الخارجي. فيجب إذا بتكلم عن المجتمع الخارجي أو البيئة الخارجية، إذن ضروري أني أنا أفهم أصلاً شو هي البيئة الخارجية، إيش احتياجاتها، إيش عندي موجود. بتكلم على إدارة، إدارة يعني استثمار. إذن لا يمكن أن أستثمر بدون ما أعرف إيش في عندي، مين الناس، إيش حاجتهم، إيش احتياجاتهم، إيش نظرتهم، إيش بدهم، إيش عندهم. أيضاً النظام لما بتكلم على الاستثمار مش فقط المادي والبشري، تمام، كل شيء مطلوب. يعني إذا عشان أنا بدي أقوي العلاقة، إحنا في حاجة بنقولها علاقات عامة، وللأسف الشديد مش فاهمين، بنفهم العلاقات العامة النظرية. مين بيقول إيش يعني علاقات عامة؟ لما بقول علاقات، إيش يعني علاقة؟ أنا بتكلم إحنا على إذا داخل الصف، إذا داخل الصف بتكلم المعلمين والطلاب، والطلاب بأنفسهم، والمعلمين داخل المدرسة مع بعضهم البعض، مش بس المعلمين. مين؟ أحكي لكم قصة. طلاب اللي بيمتحنوا في العلاقات العامة امتحان، لما بتكلم على العلاقات العامة عشان الطالب بفهم إيش بروح بدرس، بده يدرس، عنده امتحان، درس علاقات عامة، إيش راح يدرس؟ راح طول الليل لما واحدة بتيجي بتقول أوف والله اليوم أنا هلكت حالي، إلي أسبوعين ولا شهر قاعدة بقرأ في هالمادة وقريتها من فوق، نظريات وكل شيء في المادة درست، وإجي الامتحان ما كنتش عارفة إيه ليش. أستاذ العلاقات العامة الدكتور هذا العالم اللي درسه وإجاب له امتحان، ايش السؤال اللي جاب لهم اياه؟ لا، قالوا له لانه بتكلم عن العلاقات العامه، العلاقات العامه في فحوى العلاقات العامه، قال لهم اذكر اسم عامل النظافه داخل جامعتك، ما حدش عرف، وهذه اسمها علاقات عامه. اذا انا داخل هذه المؤسسه بعرفش علاقات، اذا علاقاتي، اذا انا داخل المدرسه لازم اعرف الاسماء. ليش بهمني انت في الاخر بتقول عامل النظافه، وانا ايش دخلني فيه؟ ايش دخلني فيه؟ ايش علاقتي فيه؟ علاقات عامه، علاقتي قديش انا بدي اكون بارز وقديش انا مؤثر. لازم تكون علاقتي وطيده بين كل عناصر هذه المؤسسه، فلذلك انه علاقات وطيده، علاقات وثيقه. اذا انا بعرفش اسم عامل النظافه، هو عامل النظافه يعني شيء ثاني في المجتمع، إذا أنت وين؟ فالكل تفاجأ في السؤال، يقول لك أنا طول الليل بقرأ عن نظريات، ويجي يسألني شو إيش اسم عامل النظافة، وهذا بيحدد
فهمي لمعنى العلاقات العامة. العلاقات العامة العلاقة إنه كل الناس تعرف كل في المؤسسة في المجتمع تعرف بعض. ليش أنت بدو... أنت لما بتيجي ترد السلام اليوم ليش ما رد السلام؟ رد السلام إحنا ماشيين السلام عليكم. شوف الدين إيش قالنا عشان تقوي العلاقات العامة عشان الناس تعرفك وتعرف إيش أنت حسيسك وإيش قدراتك. إذا اليوم أنا بتكلم على مدرسة بدي عندي رؤية لازم إن تكون في علاقات وثيقة بين المدرسة و المجتمع الخارجي. تمام؟ كيف بدنا نعد الرؤية اليوم؟ إيش في مهارات عندي؟ أول شغلة لا يمكن إنه أنا المايك عند اللي عندها المايك دغري تتحرك اللي عندي لما عندي مهارة لما أنا بدي أحط البرسبكتيف أو الفيجن الفيجن اليوم طبيب العيون ايش بقول؟ بقول الفيجن عندك الرؤية. شوف لا رؤيتك اللي هي انت اللي بتشوف 6 على 6 7 سايت الار بس انت اليوم الفيجن البصر يعني انت لما تشوف قديش البعد والقرب الفيجن هي مدى رؤيتك. اوكي اليوم انا بتكلم على اول شغله بدي اعرف ايش تشخيص الوضع القائم وتحليل مشكلاته وتقويم إنجازاته للتعرف على القضايا الملحة والمشكلات الحرجة التي تعرقل حركة العمل وتحد من قدرات العاملين. شو اسمك؟ غادة رزق. يا غادة. يعني بدي أعرف. أيوة. يعني بدي أعرف كيف الوضع اللي أنا فيه عشان لو كان فيه مشكلات أتعرف عليها وأقدر أحلها. في واحدة في البيت بتفكر تعمل تطور البيت ما هي مش عارفة إيش في عندها. بتعرف بتشوف بدي اطور علاقات الاسره ببعض البعض تعرف انا ايش في عندي كيف العلاقات. اذا اول شغله اي شغله بدي انا اطورها او احسنها ضروري اني ايش اشخص عشان اعرف ايش عندي منيح وايش عاطل ايش كويس وايش بده شغل ايش بده تطوير وتحسين وايش بده تعديل. يعني بمعنى انه في اشياء غلط بدي ابدا من جديد ابحث لها عن اشياء جديده طرق جديده واساليب وهكذا. اذا بدي ادور على المشكلات. تمام. اعداد اهداف طويله الاجل تعكس الرؤيه العقلانيه والتوجيهات الاستراتيجيه. اعداد اهداف طويله الاجل. يعني ما تبقاش لفترة قصيرة تبقى للعمر كله الأهداف طويلة الأجل. يعني لا ويت مش كل واحد يحكي زي ما بده. لما تكلم طويلة الأجل دائما في عندي أهداف قصيرة الأجل بدي أحلها هلا. طويلة الأجل لأنه لقدام. طويلة الأجل تحتاج إلى أهداف قصيرة الأجل عشان نعمل. لما أنا بتكلم على الهدف العام اللي أنا بدي أوصل له لا يمكن أن أحققه إلا من خلال الأهداف السلوكية أو الأهداف الجزئية. تمام؟ أهداف لتعكس الرؤية العقلانية. إيش العقلانية؟ راشنال إيش يعني؟ بناءة واقعية عقلانية ما فيش فيها exaggeration فيش فيها مبالغة تكون واقعية بمعنى واقعي في واقعنا وفيها العقل يفكر فيها مش خيالي. أوكي والتوجيهات الاستراتيجية لإيش؟ تمام؟ ثلاثة المايك أيوة تفضل. صياغة سياسات واضحة المرتكزات والمعالم تمثل المعايير الثابتة لصناعة القرار وتستند إلى إدراك معايير الإيش؟ معايير ثابتة المعايير الثابتة وتستند إلى إدراك سليم للبيئة الخارجية والداخلية للنظام التعليمي لأن كفاءة التعليم محصلة لما يجري داخله وخارجه معا. يعني أنا بدي يكون عندي سياسات مرسومة على أساس تصور مسبقة للعامل اللي بتجري مرتكزة يعني مرتكزة عاملة سنتر مقامة على ومبنية على أساس فهم وإدراك الواقع لأنه السياسات لازم تكون متكيفة مع الإشي اللي بيجري داخل النظام التعليمي هذا كله عشان إيش؟
No. عشان أهم حاجة عندي وأنا أساسية قلناها في الأساس إنه صناعة القرار، صناعة القرار مش بالإشي السهل. إذا كان مبني على غلط بضل على غلط. أنا بتكلم على سياسات المرتكزة الأساسية مستندة على أساس عشان أنا يطلع القرار صحيح. سوري. تمام؟ وتستند إلى إدراك سليم للبيئة الخارجية. إحنا بنتكلم قبل بدي أعرف إيش عندي، إيش الواقع، إيش المشكلات الموجودة. عشان هيك أنا الخارجية والداخلية للنظام التعليمي بدي أفهمه، فاهمه، عشان أنا كيف بدي أخذ القرارات اللي مبنية على السياسات الصحيحة. أوكي؟ طبعاً لأن كفاءة التعليم محصلة لما يجري داخل أنا بدي إياه. إيش بدي الجودة؟ وكل واحد عارف مكانه، إيش بدي يشتغل، إيش بدي يعمل. الرؤية هيك بدها تكون. لا يمكن أن أنا أحدد رؤية ولا الفيجن تبعي أو البرسبكتيف إلا كل واحد ماخذ مكانه. بعرف إيش قدرتاتك وإيش إمكانياتك وإنت وين دورك في هذه العملية التعليمية. أربعة، رسم الاستراتيجيات التي تكون بمثابة الخطط العامة لاقتحام المشكلات، ويستخدم فيها أساليب تحليل السيناريوهات وتحديد البدائل والمفاضلة بينها واختيار أكثرها فعالية وأنسبها كفاءة. يعني عندنا المدير يجب على المدير أن يضع لمدرسته رؤية مستقبلية حول نوع وشكل وحجم المشكلات التي تواجهه وتكون مرنة. يعني يكون في احنا هلقيت كيف بدنا نوضع الرؤية، كيف ايش المهارات، نتكلم على مهارات وضع الرؤية. إذا لما أنا بدي أنا أعمل رؤية يجب إنه يكون عندي استراتيجيات، رسم الاستراتيجيات أو السيناريوهات. إيش يعني سيناريو؟ من وين؟ نتيجة. إحنا بنتكلم من أول حاجة بندرس الواقع، الواقع وبعرف المشكلات. اليوم أنت لما تدرس الواقع وعرفت المشكلات عملت دراسة، يعني نتائج. من خلال هذه النتائج أنا بصير عندي سيناريوهات. إيش سيناريوهات؟ كذا كذا شغلة سيناريوهات، مش سيناريو واحد، عدة سيناريوهات. إذا من الشهادة بدي ينفع هذا بدي أوضع هذه السيناريوهات اللي هي كانت في الأساس إجت من الاستراتيجيات والمفضلة بينها واختيار أكثرها فعالية وأنسبها تكلفة. يعني اختيار أكثرها فعالية أكثر كفاءة وأكثر كفاءة. إذا عندي سيناريوهات عدة وأنا أختار الأنسب واللي أفضل. أوكي؟ نمبر فايف. لا مش أنت اللي عند المايك بسرعة عطيه. أيوة. إعداد الخطط التشغيلية طويلة المدى ومتوسطة المدى وربطها بخطط التنمية الشاملة في المجتمع. آها. إذن التنمية الشاملة، لما أقول تنمية شاملة مرتبط جميع جوانبها الاقتصادية والسياسية. لما بنحكي بنقول إعداد الخطط التشغيلية إيش بنقصد بها؟ هاي خطط تشغيلية طويلة المدى، يعني اللي هي خلال شغل المدرسة أو عملها لازم يكون في خطط تشغيلية إنها تشغل هذه الخطط. هذه الخطط تكون طويلة المدى ومتوسط المدى. أي شيء يصير مع المدرسة أو معيقات instruction توجهها تحاول إنها تلاقي لها حلول وتوضع الخطط وتقيمها وتعدل. يعني دائما الخطط التشغيلية هي أساس لعمل رؤية. لو نعمل خطط تشغيلية يعني متوسطة المدى وإيش وطويلة المدى وربطها بخطة التنمية. أي موضوع أنا عارف إيش عندي موظفين، إيش عندي، إيش محتاج من موارد مادية وطبعا تشغيلية رواتب وكل ما يلزم لهذه. هذه الخطة لازم يعرفها، لأن إحنا ندخل في الموازنة وبندخل في التوازن، وهذه نربطها أي خطة في العمل في الرؤية. لما نتكلم على خطة طويلة المدى بنقصد فيها، بنحط فيها كمان اللي هي إيش؟ لما بتكلم بدي أتكلم على الخطة التشغيلية اللي هي طويلة المدى. لما بتكلم أنا رؤية، الرؤية معناها خطة مستقبلية استراتيجية. تمام. ستة، بناء أنظمة للتقويم البنائي والخاتمي لتصحيح مسار الحكم عليه. إيش يعني بنائي؟
عارفينه انتو ولا لا الخطة تقويم دائما في تقويم اللي هو عندي بيعمل عندي ايش الفيدباك بنائي ايش يعني بنائي مرحلة لازم لا يمكن ان انتقل من هدف الى هدف او من خطوة من ستيب يعني ستيب باي ستيب بنتقلش منه الا من خلال فهمي انه انا حققت ايش سوري طبعا دائما التقويم يقول تقويم ايش يعني تقويم عشان ايش عشان التطوير لا يمكن يصير عندي تطوير الا من خلال اني ماشي صح تقويم فيدباك ستعرف ايش اللي الصح وايش الغلط الغلط اصححه والصح اعززه ولا لا صحيح. بعدها توجيه العناية إلى عناصر الجودة النوعية في النظام التعليمي والمتمثلة في أهداف التربية ذاتها ومناهجها ومضامينها. بعد كل الخطوات اللي عملناها لإعداد الرؤية هل صار لازم نعمل لتوجيه والرقابة للنوعية النظام التعليمي بناء على الأهداف اللي زي ما حكينا اللي هي متجددة للتربية مش ثابتة ومناهجها. أول توجيه العناية إلى عناصر الجودة يعني في النهاية بدي جودة يعني كل حاجة اللي بعملها كل بخطط عشان يصير عندي جودة جودة في الـ في الـ في الأداء وجودة في الإنتاج وجودة في 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 كل شيء فأنا لازم يكون في عندي توجيه عشان أنا متمثلة في إيش أهداف التربية. لأنه أنت دائما بحط أنا قبل بدي أوضع في هدف أهداف التربية بحطها من خلالها إنه لازم يكون فيها جودة عالية إذا أنا بدي أوجه العناية أركز شو اللي بعمله صح وإيش بعمله حتى أستطيع أن أوكي إيش هذا مراحل إعداد خطوات إعداد الرؤية المدرسية فأنتوا قلنا في الأساس أنتوا أي مدرسة بتفتوها بتلاقوا في عندهم الرسالة والرؤية والأهداف تمام المسودة الأولى تكون من إعداد شخص واحد غالباً تتضمن الأحلام وتتضمن عبارات إيش يعني مسودة؟ مستقبل المدرسة إيش معنى مسودة؟ اللي هي دراسة أولية أو ويت هي بتحكي اللي ماسك المايك بيحكي أفكار أولية عن الموضوع يعني زي ما بعمل مسودة هي للدرافت ولا لا؟ للدرافت يعني اللي هي الأولية إيش الأفكار الأولية اللي قبل ما بحطها من عندي يعني أنا من وين جبتها وبعدين بعملها بعرضها على مين المستشارين من هم المستشارين اللي عندهم خبرة وصلوا لدرجة عالية من الخبرة هم اللي بدهم يقولوا لي لا ناسي شغلة أنت حط شغلة لازم نعملها كذا وكذا وتعديلها وترتيبها طبعا الخطوة الثانية مين بتعرف تكتب أي شغلة وبتطلع كلها صح إلا يفرجيها لفلان ولا علتان وبعدين أو اليوم أي عمل منفرد مش زي ما نعمله عمل جماعي اليوم أنا بتكلم على إدارة الإدارة لمين سوري عمل جماعي طالما إنه في عندي عمل جماعي لازم الكل ليش العمل الجماعي ايش اهميته ايوه احنا قلنا هي استثمار جميع القدرات قدرات البشريه اللي انا عندي موجوده بدي انا ايش بدي اشوف ايش واحد كل واحد ايش عنده وهذا بيكمل الثاني بيكمل الثاني لحد لاصل الى الهدف كمان ايش الخطوه الثانيه العمل الجماعي ما هو قلنا هذا هو العمل الجماعي الى الدمج بعدين الدمج اليوم قلت لما نتكلم عن الدمج اليوم احنا بدناش بنقدرش نستغنى عن العقل لحاله بنشتغلش لحاله ولا العاطفه بنقول احنا الـ مش انتوا ايش بتعملوا اهداف ايش ايوه الوجدانيه الاول حاجه ايش المعرفه اللي من يومين بتيجي من العقل بعدين وجدانيه بعدين النفس حركيه اللي كلها في الحركه اللي بتستخدم العقل إذا أهم شغلة بدي أعرف بقدرش
لا بقدرش اني ادي اهميه للعاطفه اكثر من العقل، ولا العقل العاطفه الجهتين، لان العاطفه اللي انا موجود وانا انسان، انا موجود كل انسان موجود، فاذا بدي ادمجهم مع بعض. حتى بعدين ايش بيصير عندي؟ المنتج النهائي اللي انا بدي اياه، اللي انا حطيته في الاساس، هذا المنتج النهائي، النهائي كيف وصلت له؟ وصلت له بالشيء اللي انا بدي اياه، الشيء المطلوب، الشيء المقبول للمجتمع للنظام اللي انا عايش فيه ولا لا. تحديد الاهداف الاستراتيجيه، اليوم انا بتكلم، بعد هيك بدي انا احدد الاهداف الاستراتيجيه. من وين بتيجي الاهداف؟ ايش كيف تكون الاعتبارات؟ اديها. أول إشي الملائمة، حيث أن يجب أن تكون الأهداف مساعدة في تحقيق ملائمة. إيش يعني ملائمة؟ مناسبة. من إيش؟ تتصف بالمرونة. لما تكلم ملائمة يعني ما تكونش بعيدة عن الواقع ولا مبالغ فيها. أوكي. اثنين، الخطوة الثانية القابلية للقياس، يعني تكون يعني لو نتكلم عن الأهداف، أنتوا أهداف لما توضعوا أهداف إيش بتكون تكون مفهومة العام؟ بقدرش أنا أعمل أهداف بعيدة عن الواقع، لازم تكون تتناسب، بقدر أقيسها ولا لا، إمكانية تتحقق ولا لا، ما تكونش فيها أحط أهداف تتحققش ولا لا. Okay. إمكانية التحقيق، يجب أن تكون الأهداف قابلة للتحقيق، يعني ما نعملش أهداف غير واقعية. تمام. بعدها القبول، الأهداف يمكن تحقيقها إذا كانت مقبولة من الأفراد في المدرسة. أيوة. فالهدف الذي لا ينسجم مع الثقافة التنظيمية لا يحتمل تحقيقه. بالضبط. يعني إيش يعني الثقافة التنظيمية؟ قلنا الثقافة شوية، شو الثقافة؟ مش بس العادات والتقاليد، كل شيء يعمله الإنسان. اليوم إحنا قلنا دائما مكونة المجتمع، اليوم اللي عمله الإنسان، في عندي لغة، في عندي في دين، في عادات، في تقاليد، في عرف، في يعني كل هذه الأمور يتأخذ بعين الاعتبار. قيم مقبولة للمجتمع ولا لا؟ ثقافة، لما نتكلم على ثقافة في لها عموميات وإلى خصوصيات وإلى بدائل، تمام؟ عارفينهم؟ تمام، ما دام عارفينهم، اذا هذه اساسيات الثقافه التنظيميه، لكل مدرسه لها ثقافتها. من وين جايه؟ من فكرها، الفكر الايديولوجيه اللي بتحملها، الدين اللي النهج اللي ماشيين عليه. اذا هذه هي الاساس. اذا القبول، القبول لمين؟ للاهداف. هذه الاهداف تكون مقبوله للناس، المجتمع، بغض النظر المجتمع الصغير او المجتمع الكبير. المرونه، flexibility. دائما ليش الflexibility؟ هي المرونه، بمعنى المرونه بمعنى امكانيه تعديل الهدف في حاله حدوث طوارئ غير متوقعه. يعني دائما لما انا بتكلم مرونه، دائما بتوقع في اشياء بتجيني فجاه او طارئه او ظروف او هذا، فدايما بيصير عندي لازم يكون فليكسبيليتي، ما اكونش رستك اقول لازم اعمل كذا، لا، بدي اتوقع في اشياء بقدر لازم اعملها، وفي اشياء لازم يكون عندي فليكسبيليتي. لما الواحده بتعمل جدول دراسي لازم تخلي مرن، والله اجوهم فلان ومش قادر ادرس في الساعه هذه، معناته ضاعت علي، لا، في عندي ساعه بديله، في عندي وقت بديل انا ادرس فيه. بعدين الانسجام والترابط بين الأهداف، يجب وضع الأهداف الفرعية من خلال الأهداف الرئيسية، وإنه يكون مترابطين مع بعض، وإنه يكون في تدرج بينهم، لحتى ما يكونش حاجة شمال وحدة ما يكونش متعارض. أيوة، متعارض مترابطين مع بعض، يعني في ترابط، لأنه في النهاية أنا بدي أحقق أهداف عامة مرتبطة بكل هذا الواقع. العوامل المؤثرة في تحديد الأهداف، إيش الأشياء قلنا؟ مايك بسرعة، خلصت هذه، غيرك أنت قلتي واحدة تانية. بعدين يا بنات المرة الجاية قلت كل البنات اللي محضرين يقعدوا قدام، فيش وسع، اللي مش محضرة تقعد ورا،
طيب يلا كملي. أول إشي من المؤثرات الخارجية، إحنا حكينا إنه الأهداف حنحطها حسب فلسفة المجتمع، يعني بتتأثر بقيم المجتمع، بالعادات وبالتقاليد وبالأشياء اللي بيقبلها المجتمع والأشياء اللي بيرفضها، وكمان طبيعة النشاط، طبيعة النشاط، موقف التنافس للمدرسة وطبيعة أنشطتها ودورة حياتها ونوع التكنولوجيا الموجودة، كل هذا بأثر بالأهداف. مؤثرات، هذه كلها مؤثرات تؤثر في إيش؟ في تحديد الأهداف. كيف أنا بدي أحدد الأهداف بدي أخذها بعين الاعتبار، بدي أخذ هذه المؤثرات الخارجية في عين الاعتبار. ليش أنا بقول خارجية؟ لأنه أنا قلت في عندي مرونة وبدي أخذها بعين الاعتبار. طالما أنا بدي أوضع أهداف اللي هي منبثقة من وين؟ من فلسفة المجتمع وقيمه، من وين؟ من والرسالة، من الرسالة، الرسالة اللي أنا حطيتها بدي أخذ الأهداف منها وأحط رؤيتي. ايضا طبيعه النشاط، ايش يعني طبيعه النشاط؟ مع مين المايك؟ طبيعه بياخده؟ يعني طبيعه انشطه المدرسه ودوره حياتها، نوع التكنولوجيا المستخدمه في تحقيق الاهداف. اذا انا في عندي تكنولوجيا عاليه ممكن احط اهداف عاليه، اذا انا فيش عندي تكنولوجيا كتير مش حقدر اطبق اهداف عاليه. اوكي الان عمليه تحليل البيئة الخارجية، كيف بدي أنا أحلل البيئة الخارجية؟ ليش بدي أحلل البيئة الخارجية؟ قلنا لأنه هي مهمة جدا في عملية الإدارة الاستراتيجية، ولا لا؟ لازم أعرف إيش عندي، إيش فيه. أول حاجة مين؟ وين المايك؟ عند مين؟ مين بتحكي؟ ولا حدا؟ جيبوها هنا، جيبوها بسرعة. قدمي قدمي. الأسواق التعليمية والمستفيدين، يعني بدنا نشوف الأشياء اللي بتلزم المجتمع، اللي المدرسة رح تقدم خدمات للمجتمع. مين المستفيد؟ أنا بتكلم على تحليل البيئة الخارجية، إيش بدهم؟ إيش محتاجين؟ هدول المستفيدين إيش بدهم؟ لأنه أنا قاعد بتكلم على إدارة، وإدارة استراتيجية، بوضع أهداف استراتيجية. أنا مدام أنا بوضع الأهداف بدي أعرف شو بدي، مش معقول أنا أكون بعيد كل البعد عن البيئة الخارجية. إذا بحللها بدي أشوف الناس الموجودة فيها اللي مستفيدة لإيش؟ إيش بدهم؟ إيش محتاجين؟ من خلالها أوكي من المستفيدين والأسواق. لما بتكلم على التعليم إيش في عندي؟ مش لما يكون عندي زيادة في يعني في التخصصات بدي أقلل، لأنه في أشياء أكثر اليوم. العالم متطور، بدور على أشياء اللي هي الحديثة اللي تواكب هذا التطور، تكنولوجيا، أشياء اليوم. المصانع تغيرت، كيف بطلت تشتغل بالأيدي العاملة كثيرة، صارت تشتغل بالماكينة بالحوسبة وكذا. فإذا أنا بدي أدرب هدول الناس على هيك أشياء. البيئة العمل التربوي والمؤسسة، اللي هي البيئة العمل التربوي اللي بنتكلم فيها، البيئة اللي هي بيئة العمل التربوي تتمثل يعني بالبيئة الخارجية وكمان المؤسسات المنافسة. في بيئة العمل التربوي لازم إنه المدرسة تشوف مثلا اللي هي البيئة الداخلية، البيئة الخارجية يا إما داعمة يعني لمسيرتها التعليمية، أما بتكون زي في المؤسسات المنافسة بتكون مثلا المؤسسة مثلا بتشكل تحدي لهذه المدرسة. كمان لازم ندرس الميزانيات تبعت المدرسة ومصادر التمويل المركزية للمشروعات ونصيب كل مدرسة من هذا. إذا تكلمنا اليوم لما نقول وإحنا بنحلل البيئة الخارجية قلنا إيش قلت يا نسرين؟ نسرين إيش قلت؟ مش أنت نسرين ولا ياسمين؟ آه ياسمين. آه حكيت عن حاجة الأسواق التعليمية من الخبرات، حيث أن المدرسة تسعى إلى خدمة المجتمع وخدمة الطلبات الخارجية للمجتمع. إيش بنحكي في الأصل إحنا؟ على إيش بنتكلم؟ نتكلم في إيش؟ في خدمة المجتمع، احتياجات المجتمع. تحليل، يعني بنحلل. لما بتكلم على الناس والمستفيدين بدي أعرف إيش؟ من وين هم؟ وين جايين؟ وين ساكنين؟ مين إيش دور الناس الموجودين فيه؟ إذا في عندي مرأة اليوم بالتأكيد لما نتكلم العوامل الحضارية والاجتماعية هذه أيضا
لها دور أساسي. الحضارة اليوم، اليوم نطلع على الجامعات يمكن المرأة أكثر اليوم نسبة التعليم للمرأة أكثر من الرجل. بنشوف إن مثلا في الأزهر يمكن طلاب الطالبات أكثر. يعني شوف هذا، هذا له أساس. إذا بدي أدور على دور المرأة في المجتمع، أيضا دور المرأة في المجتمع، مسموح لها تشتغل ولا لا، مسموح لها تأخذ مناصب ولا لا، إيش يعني المجتمع صار يتقبل هذه الشغلة ولا لا، بدي أنا أعرفها، لأن هذه مهمة في تحديدي أنا للأهداف. ارتفاع مستوى التأهيل العاملين، تأهيل لما بتكلم تأهيل إيش بعني؟ تأهيل اليوم لما بتكلم تأهيل، التأهيل كل سنة محتاج الواحد اللي حتى في أي مستوى محتاج إلى تأهيل، أهله بما هو جديد، ما يتلائم مع كل ما هو متطور ولا حديث. إذا التأهيل، ارتفاع مستوى التأهيل، ارتفاع مستوى التأهيل. إذا مش بس بدي أعلمه، بدي أعمل محو أمية إيش؟ كتابية، كتاب انتهى. اليوم محو الأمية الحاسوبية والتكنولوجية، إذا هذا كمان له دور. قيم وقواعد السلوك الخاص بالعمل، إيش قيم؟ يعني أنا بحترم الناس ولا لا؟ بحترم الشركة اللي بيشتغل ولا لا؟ في سلوك، سلوكي أنا منتج ولا مش منتج؟ بحترم الوقت ولا بحترمهمش؟ السلوك اللي أنا بسلكه من خلال العمل بدي أنا أقيمه. الإنسان اللي، الإنسان اليوم لما بتكلم على سلوك، في عندي عمل، بضيع الوقت ولا لا؟ وقتي ولا وقتي هذا في إنتاج ولا ما فيش؟ بيأثر ولا لا؟ ملتزم بالنظام ولا لا؟ لما بتكلم على الوقت مثلاً، حندخل بالوقت، الوقت كيف مهم إدارته. إذا أنا بتكلم على قيم وقواعد السلوك الخاص بالعمل، هذا أيضا بدي أشوف الناس بتحترم الوقت ولا لا، بتنتج ولا لا، بتفكر في العمل ولا لا، أسلوب احترامها للعمل، احترامها للوقت، احترامها لزمايلهم في الإنتاج، للمدير، العلاقات مع بعضهم. أوكي. أيضا قيم وقواعد طبعا المسؤوليات الاجتماعية، كل واحد له مسؤولياته، علاقاته، هذا مهم جدا أيضا نعمله. الإطار الأخلاقي وهي الأساس، أخلاقيات المهنة، كيف يحترم الإنسان يا بنت الورى، كيف الإنسان، أنه بتكلم على تحليل بيئة ومرتبطة. إذا أنا هذه كلها أساسيات في عملية تحليل البيئة، وهناك أيضا العوامل الاقتصادية، إيش في عندي دخل وخارج، قديش في عندي إنتاج ومنتاج، والعوامل السياسية والقانونية. انتهى اليوم، بدنا نحضر يا بنات اللي وراء، وبعدين المرة في نهاية هذا اللقاء إن شاء الله نكون مستعدين للقاء الجاي. وشكرا لحسن استماعكم.